بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم اخوكم نور الحق. النهارده هنقدم لكم الاصدار الرابع من السوزوكي فان السوبر بلس اس زد، العربيه الكامله اللي اكتسحت السوق، العربيه اللي لقت نجاح كبير وسط الناس. هنقول لكم النهارده على امكانياتها الرهيبه، وركز معايا واسمع كويس قوي. العربيه فيها طقم جنوط وكاوتش عريض وشريط لاصق في الجنب، شريط السوبر بلس اس زد موديل 2022، وفيها وحدة رفع ذواق كهرباء بالزراير ووحدة رفع ذواق كهرباء بالريموت، يعني تقدر من خلال الريموت انك تطلع الإزاز وتنزله. كمان العربية فيها سنتر كامل، سنتر امامي وخلفي، يعني بضغطة واحدة على الريموت تقفل جميع ابواب العربية. كمان العربية فيها كاميرا خلفية تشتغل معاك اول ما تدوس على الغيار الخلفي المرشدين، وتبين لك لو في اي حاجة ورا العربية وانت راجع لورا علشان تقدر تفاديها. كمان العربية فيها شاشة تقدر من خلالها انك تشغل راديو او تشغل فلاشة وتتفرج على اللي انت عايزه من خلال مكان الفلاشة اللي موجود اسفل الشاشة بجوار الولاعة بتاعت العربية. كمان من خلال الشاشة انك تقدر ترد على اي اتصال جاي لك على التليفون الموبايل، اي اتصال يجي لك على تليفونك تقدر ترد عليه من خلال الشاشة من غير ما تطلع التليفون وتمسكه وتاخد مخالفة التليفون محمول. ما تقلقش، عاملين حساب كل حاجة. وكمان من خلال الشاشة تقدر تشوف الكاميرا الخلفية وانت بترجع لورا علشان تفادي اي شيء ورا العربية. كمان العربية فيها شبكة واي فاي تقدر من خلاله تفصل العربية عن بعد بالريموت. نيجي بقى للريموت، علشان الريموت دوك ليه قصة وحكاية. الريموت بتاع السوبر بلس اس زد الاصدار الرابع موديل 2022 ليه شاشة تقدر من خلاله تشوف العربية وانت قاعد في البيت، وكمان بضغطة واحدة بالريموت تفصلها فصل كامل، ما تدورش تاني ابدا حتى لو المفتاح فيها، وبضغطة واحدة تشتغل وكل حاجة تشتغل فيها. كمان العربية فيها منظومة فصل كاملة عن بعد زي ما قلنا، واول ما تفصل العربية بالريموت النور الامامي يفضل شغال معاك لمدة 30 ثانية علشان لو انت واقف في جراج او في مكان مظلم ينور لك الطريق، واول ما النور يفصل يشتغل معاك جهاز الانذار اللي موجود في العربية اللي من خلاله لو اي حد قرب من العربية يشتغل جهاز الانذار، ويجي لك اهتزاز في الريموت اللي معاك ينذرك ان العربية في خطر بيحوم حواليها. منظومة امان كاملة للعربية. لو عدنا نتكلم عن امكانيات السوبر بلس اس زد الافضل الرابع محتاجين يومين عشان نتكلم عن امكانياتها الرهيبة. عربية فعلا كاملة كل حاجة، كاملة كل حاجة. والبيع نقدا او بالتقسيط المريح، والتقسيط بصورة البطاقة الشخصية انت واي ضامن معاك، تدفع وتمضي وتستلم وانت واقف على طول بدون اي اجراءات معقدة، بدون اي ضمانات بنكية، تقسيط مباشر وتسليم فوري وانت واقف على طول. البيع نقدا او بالتقسيط المريح. كان معكم اخوكم نور الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.